السلام عليكم جميعا، كيف الحال؟ شو الامور؟ شو الاخبار؟ كيف بدينا الجمعه؟ نزلت الداون تاون لي فتره طويله ما نزلتهاش صراحه، عندي موضوع كبير في السفاره الامريكيه، قال لي نصلي الجمعه ان شاء الله بنشوف الخدمه كالعاده. anyway كنا نفتتح اليوم نصوره ونشوفه هل نحصلوا فيديوهات باهيات ام لا. يلا هاي نحاول نصور الداون تاون شوي. اليوم حرارة 6 شمسة معقول يعني. يلا هين هذا مبنى السفارة الأمريكية داون تاون، هذه الحديقة الأولمبية. إن شاء الله تون نحاول ندير شو اسمه فيديو مفصل على داون تاون كالجري. هذا البرج تلس جديد كان مفتحش ضخم جدا، هذا الكبار، هذا السيتي هول اللي تكموا فيها هنا، ناس تراجع في القطار غادي. هذا يقولوا له بيدوي، هذا وبس هذا يقولوا له بيدوي، عرفت مؤخرا المصطلح، مش مشكله واحد دي ما يتعلم. هذه الحديقه الاولمبيه اللي داروا الاولمبياد هنا في 89 اعتقد. يا ليتس جو. اوكي يلا سيتو. هذه الاجواء اليوم في داون تاون. طبعا انستغرام لايف ما يبتش اكثر من 15 دقيقه وانا بتصور، ما خاطريش نقطع الصراحه. هو ما يوصل شوف انا قداش زحمه، لان اغلب احد السفاره الامريكيه الناس كلها تراجي. هذه شوف موقع استراتيجي بوك. سو جايز ثانك يو. او ذاتس ا لونج اوب. شوف الطابور الماكينه. اني ويز دبوا حالهم، نطلع شوي نشم الهواء البر. كالجري هذاك البرج المشهور بتاعها في النص، حياة ريجنسي هوتيل هذاك موافق 22 نوفمبر 1919. الشتاء بقولي يعني حتى على حسب رأي البيض الخبراء فيه يقال انه قاعد مايلد. يعتبر ايقونة كالجري هو البو تاور، هو شبه قوس. ليش دارين بو؟ لان شو اسمه جايهم البو ريفر و شو اسمه الثاني البو ريفر. شوف الاسماء، اسماء المشاركين في الاولمبياد 20,000 او اشبه. كم اشبه هذا جاري؟ اوكي نحاول نوريكم ال هذه في الشتاء تبع دايبه نافوره صغار يعوموا، يقولها ويدنج بولز اللي تبدا مش غارقه، عباره عن نافوره يعوموا فيها عادي. سوف ويدنج بول. شوف يديروا في سكيتنج الساعة 9 الصبح. alright نصورها لكم ال شو اسمه من هنا. فهذه الأولمبيك بلازا، يديروا فيها طبعا في مهرجانات وبارات كلها، تبدأ زحمة هنا في الصيف، تبدأ جميلة جدا. شوف علم علم الأمريكان هذه.
تصور عادي، تصور السفارة، تصور العالم، فيش حد يدورك. أعتقد فيش حد يدورك، استر الله. تعرف خلينا نبي نوريكم ال هذا المسرح القومي بتاعها. هاي حتى هذا الدير فيها، هذا البو تاور، هو عملاق. بيطلع بجنب هذاك اللي هو تلس تاور. هذا ستيفن افنيو، اشهر شارع في داون تاون كالجري. بلا السيارات فهو يخلي المدينة شوية واكبل. أسوأ شيء في أي مدينة أنت ما تقدرش تمشي فيها في على رجليك، يعني كلها سيارات وكلها دنيا. هذا الواكبل ستريت في كالجري. هم نعرفش يعني نشاطات حقوقيات أو هيك. عرفت رتها women are persons. فمين هذيك يشبه من هي مدام كوري، ولا الله أعلم من هي بالضبط. شوف هذا لازم هذا الصغار طالعين زردة. شوف طالعين أكيد جايين لواحد المتاحف أو الأدبية الله أعلم. anyways ما دام عندك قبل تتوكل على الله ايش مشكلة. شوف الصغار يلا ها شوف دوشة الصغار، شكلهم جايين هو للكونفنشن سنتر. هو الله اعلم شو فيه، اكيد ايفنت ساينز او شيء. على ستيفن افنيو ريتها مسكر، تقدر تمشي فيه في النص مفيش مشكله. الواكبيلتي مهمه جدا. ليش اغلبيه مدن اوروبا جميله ونحب اوروبا في التهوير طبعا. شوف لايتس يبطوا في حاجات. الواكبيلتي مهمه جدا، مدينه تعيش تمشي فيها ما تعيش فيها لو تقدر. هذيك تخترق. anyways فهذا السكاي لاين تاع داون تاون كالجري. كالجري طبعا اكبر مدينه في البرتا، 1.3 مليون حسب اخر كونسنسس. رابع اكبر مدينه في كندا بعد تورونتو مونتريال وفانكوفر. الخامسه جي اوتاوا، وبعد تالي ادمنتون، بعد تالي باقي المدن. وصلنا له. شوف العملاق هذا. أوب 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 أوب. هذا التلس شوف قاعد بتمس، خلص قريب يتم. لكن بنوريكم من البو الأحمر. وصلنا البرج. هذا تاور في كالجري، وهذا السنتر ستريت اسمه فيه. سنتر ستريت يمتد كيلومترات لقدام، يعبر النهر ويمشي قدام. هذا تسكر أربع شهور فاتوا. صارت في مشكلة في نص السير لكن تصلح توا ومرة تمام. شني نوريكم انا البو تاور هذا جميل جدا. وجناب بالضبط مقابل في قدامه شوية سكالبتشرز او ستاتشوز او whatever. القطار لفصل الداون تاون كالجري كلها فري طبعا، كل اربع محطات في الداون تاون كلها فري، بحيث يشجعوا الناس ان هم يستخدموا المواصلات العامه وما يديروش زحمه بالسيارات وغيرها. وهو لقطه من المدينه لمواطنيها، ففري 100% فري بين في الداون تاون في حدود الداون تاون. فهذا البو تاور، وهذا التلس. هذا التلس هي شركه الاتصالات العملاقه قاعد مفتحش، لكن طبعا البو
الضوء مفتوح يعني. هذا حياة ريجنسي هوتيل. هذا محطات الداون تاون تاع القطار. احنا نبغى نبصوا ونمشوا لان العجوبة هذا يقال انه كلف والله ما نعرف بالضبط لكن مكلف تو تشوفوه على الويكيبيديا. قاعد التاور غادي اوكي هاي نسكره لين يفتح المصباح. اوكي القطار جاي جاي ترد بالك. السيستم بتاع كالجري رهيب يعني. انت لما تو بزيدوا خط يمشي للجنوب هيكلف 1.5 بليون يعني. الانفراستراكشر مشاريع الانفراستراكشر بتاعها ما فيهاش لعب. بس في عالم بريطانيا غالي صار صعب هذاك. يحبوا هم العالم البريطاني والجو الوايد الحنين للماضي. اغلبيه الناس اللي يخدموا في الجبل بريطانيا. هذه في الصيف تقعميزة تبدأ قلت لي تقعمز احنا تجيب فطورة تجيب هو تقعمز. لكن احنا زي ما قلت لك جايين هالعملاق هذا أيقونة أيقونة كالجري. هذا زي قاعدين تو بالجنب تلس تصور ايش حد يدورك ايش حد يشبح لك ايش حد يعقدك. بعدين ان السياح هلبة هنا زوار كالجري كل سنة على الأقل في حركة المطار 17 مليون يعني مازال مليون ويوصلوا لمطار مونتريال. فمطار كالجري يعتبر رابع أزحم مطار في كندا. تورونتو طبعا هي العملاقة الضخمة بيجي 30 مليون بعتلي فانكوفر مش عارف كم. زوار مطار مونتريال 18 مليون وكالجري 17 مليون وبعتلي أدمتن 8 مليون. أشوف هذا البو شنو اسمه. فهي شنو نورت أمريكان سيستم زي نيويورك شيكاغو تورونتو داون تاون فانكوفر نوعا ما. خل عليه نطاق أصغر شوي. هذا البيدوي اللي قلت لك عليه بيدوي. الرأس هذا وهذا عملاق جدا. البو ما شو اسمه هذا كيراس تيجي تخش الداخل مرة تخشوه يشرب قهويهم يفطر ماشي الأمور مستمتع بالشماسة. هذا تيجي تخش هنا خشوا عادي هنا في مشكلة. اوكي مشينا وسط الوجه هوب اوكي دوختكم معي يلا غالب. انا حاليا درت معامله في السفاره والراجي فما عنديش شيء يعني فاضي لا خدمه لا قدمه. بدنا نصوره ما دام الابلود ببلاش وجيجات ببلاش صور شو خاصه. صور على التليفون ودير ابلود عادي. يلا هاي على ما اعتقد هذه اهم الاشياء. كان مشيت لتركينا تانية وعجبتني نزيد نصور ان شاء الله. شوف هذه محطة اطفاء لكن محافظين عليها بالشكل التقليدي. فهذه اكيد حتكون من 1900 وحاجة و 1800 الله اعلم. هل شغالة؟ فاير ستيشن بحبهم المباني القديمة هذه. أعتقد شغالة يعني. فاير فور أوالي. تلقى التماثيل هذه واللوحات الفنية والأمور هذه يحبوها هم يصرفوا عليها. أشوف
أطفال، هم الله أعلم أطفال مش أطفال، لكن المهم يلعبوا. زي تو بطة قاعدة يعني. البط يقول فيلم رعب. anyways اوكي فقاعدين ماشيين. كالجري طبعا مصنفة هي الرابعة الخامسة كأفضل مدينة في العالم من ناحية الاستقرار والمعيشة. تيجي عدة عوامل يعني، قربها من مناطق طبيعية، جمال المدينة، استقرارها، انفراستركتشر، البنية التحتية، معدلات الجريمة، وقيس على ذلك. كذلك مصنفة كيف بقول الأنظف مدينة في العالم، لكن مش مشكلة. عارف داون تاون أنت مرت فيها شوية هومليس، فحتى هي مصنفة كأحد أنظف مدن العالم. بالفعل مدينة نظيفة، very clean city صراحة. هذا هيلث سنتر، مركز عيادات زي بتاع مجمع أبو سليم. وهذه هوني في سيارة الإسعاف، أكيد فيها حاجة. هذيك كوليج، زي ما تعرف الفرق بين الكوليج واليونيفرسيتي. اليونيفرسيتي الجامعة، هي الكوليج هي زي مش عارف كيف بنقول لك، لكن بس تخش الجامعة ضروري ما تخش الكوليج. فهذا في أمريكا وأمريكا وكندا، بس نورث أمريكان سيستم زي توب حسب علمي طبعا. فشوف ندير لهم البدوي بحيث أنت كأنه أنت ما تضطرش تمشي لبرا في الصقع يعني، خاصة مثلا جية مات ناقص 15 ناقص 10 وغيره، ما تضطرش تاخذ البدوي هذا وتنتقل به في كل الداون تاون. شوف هذه سيارة الإسعاف بتاعهم emergency. هذا شني imagine health centers. شوف السنتر كيف يكتبوا فيها الكنديين، مش زي الأمريكان مقلوبة RE مش ER. اوكي west campus جامعة of college. anyways جاك راين هذا نازل من Amazon Prime season 2. فشوف هذا دورين بدوي، هذا دورين مش مجرب الصراحة هذا يعني، الله أعلم وين يرفع، لكن anyways هذه الأمبيلنس بتاعها ما كيف تتصل 911 وتجيك تجيك. مرة جربتها أنا، إن شاء الله ربك ما يخليكم تستعد. أعتقد يدوك stabilization or whatever، بالتالي يرفعك المستشفى إذا تطلب الأمر. فهذه سيارة الإسعاف وسيارة الأمبلس. اوكي قدرنا بيكم جولة لحياة. شوف هذه سيارة الشرطة بتاعهم، شوف كده جميلة نظيفة، يشربوا في الهاوي. طريقة شرطة الأمريكان الله شمسة طلعت تيجي قاعد يدوب. هذه اللقطات الأخيرة من الداون تاون الساعة 10. أشبه شنو يبنوا غادي ذاك البرج. يلا هاي ناخذ سيارتي من باركينج، توقع الله احتمال نلحق نتمرن ونفطر، نصلي الجمعة ونمشي للخدمة إن شاء الله. يلا هاي ايوه عدنا بعد جولة في الداون تاون. حاليا ماشي بنشتري كبدة خروف اليوم، المدام بتدير لنا ان شاء الله رز بالخلطة، ضروري من الكبدة. هنا يلوحوا فيها طبعا الكنديين، فتاخذها ارخص كبدة ممكن تاخذها في حياتك تاخذها في كندا. فهذه الاجواء اليوم، هذا القطار، هذه سكة القطار فوق، مش عارف شو يقولوا له الطاير هذا بالضبط، لكن خلونا نهدى وهكي. هذه الأجواء اليوم.
ساطعة، الشمس جميلة، حرارة 6 درجات فوق الصفر، وهذه الأجواء اليوم الجمعة 21 نوفمبر. يلا أوكي، هيه تو نشوف كان أحسن حاجة نصورها، وكان هذا كالعادة ندلج الفيديو ونحطوه نحطوه على اليوتيوب والإنستغرام. anyway وصلنا لعمك غندور، ناخذ الكبدة كل لحم خلان هذا. I need the liver that I called you about. Lamb liver. What is it? This one? Yeah. Two maybe, yeah. How much is it? شوف اللام. نشوف بكم. وعدتكم امس نصور لكم الجبل من مكان واضح. هذا الجبل جبال روكيز، تبان من السبربس تاع كالجري. شوف كلها قمع ثلج. 50 دقيقة بالضبط هي من هنا بداية الجبل طبعا، تبدأ القرى كان مور وغيره، توصل لبانف وليك البيس وكل البحيرات والقرى والأنهار والبحر وكل ذا. يلا أوكي، هاي شفتوا. Why are you saying sorry? Why are you apologizing? Why are you apologizing? These prophets of God came with their prophethood. صنعت صنعت عسل ان شاء الله. الله يبارك الله يبارك. الحمد لله صلينا الجمعة. الإمام كان إمام جميل جدا والله، لغته جميلة العربية والإنجليزية ومن غير ورقة. من الزالية الأئمة اللي من غير ورقة، الساوث ويست ماسك. عندهم جمعتين اليوم، واحدة 12:30 وواحدة 1:30. anyways صلينا والحمد لله. توا نولي بندير قهوة على السريع في الحوش، وبالتالي بنمشي الخدمة. اليوم عندي افترنون للساعة 5. سقلت شوي ناحية الشاي لكن هو هذا. يلا هاي نركب لقطة المرة. قول هنا الثلج المعرم على سيارته هو قشطاش. شوف جبل الثلج هذا اللي معرم عليه، واخد بقولي 4-5 سيارات. اوكي وين سيارتنا؟ ساعات هذا كلهم حنكون في العيادة، فممكن ناخذ آخر فيديو ونخدم إن شاء الله ندمجهم كلهم، ندمج فيهم بالآي موفي. يعني فيش أي نوع من الهاي تك أو البوست برودكشن أو الشغل الهوليودي، يعني ما فيش داعي، يعني مو فيديوهات عادية، ندمج بالآي موفي ودير أبلود زي ما قلنا. فيش إشكالية إن شاء الله. هذه ستوني تريل والطريق الدائرة على كالجري كلها قاعدة متمتش، يعني في جزئية مش تم يتم فيها. البروجكت ممكن يكلف 1.2 بليون، اللي هو بحيث هي تصبح حوالين كالجري كلها رينج رود زي الدائرة اللي عندنا.
زيتو تو نوريكم ان شاء الله اللي فيه في كوبري جديد في الطريق تو نصوره ان شاء الله خلاص. المنطقة هذه كلها الساوث ويست تعتبر اكثر منطقة سكنية في كالجري. الساوث ويست والاسف النورث ويست نورث ويست نورث ويست الشمال الغربي منطقة سكنية عملاقة. Because at the top of the female mountain, it's just a bunch of white women skiing. That's what's going on. Wow. Intersectionality, very important. Also, we know that intersectionality is a word. And then the people that don't laugh are like, but like, what's wrong with skiing? Like, I don't understand. Joke's on her because it's a ton of fun. She's just mad because she's poor. All right, you guys have been amazing. Thank you so much. Which is a protein substance. It's in like bread, cereal, beer. Yeah, so right off the bat, there goes breakfast. It's horrible. I'm allergic to like everything. This afternoon, I just grabbed this big bucket of ice cream, ripped it open, and ate the whole thing. Thank God. So now, alhamdulillah. خلاص, I think that's it. ما عاش في حاجة تستحق التصوير. نخش للخدمة وحنطلع الغالب بعد المغرب إذا لم يكن بعد العشاء. فننطق إن شاء الله. يومكم جميل ومبارك وعطلتكم سعيدة والسلام عليكم.